أنا ولله الحمد شاب مسلم وأحاول بأقصى جهدي أن أطبق ما أسمعه. فسمعت سؤالا عن كيفية قضاء الوقت، وسمعت من فضيلة الشيخ بتقسيم المصحف إلى 7 أقسام على أن يختم القارئ المصحف في كل أسبوع. ولله الحمد أقوم بقراءة القرآن، ولكنني لم أحفظ من القرآن شيئا كثيرا، وحينما أقرأ تكون القراءة عابرة. فوجهوني أفادكم الله، هل أواصل القراءة وختم القرآن في كل أسبوع أم أحفظ ما تيسر لي من القرآن؟ جزاكم الله خيرا. كلا العملين عملين طيب ما شاء الله، وطاعة من الله عز وجل. تلاوة القرآن وترديده وحفظ شيء من القرآن كله عمل طيب، والأحسن أن تجمع بين الأمرين، تجعل للوقت، تجعل للحفظ وقتا معينا تحفظ فيه ما تيسر وتواصل هذا وتحافظ عليه، والقليل إذا داومت عليه يكون كثيرا بإذن الله. وكذلك تجعل وقتا لتلاوة القرآن وإمراره من أوله إلى آخره، وإذا قرأته في 10 أيام أو في 7 أيام أو في 3 أيام أو أقل أو أكثر فذلك جائز، وكلما كثرت تلاوتك للقرآن فهو أفضل. نعم.